من بعد ما أعلنت نور ستارز عن خبر عملها على أغنية جديدة، من بعد ما حققت أغنيتها الأولى استنى شوي نجاح كتير كبير، فشفناها بيوتيوب ريواند لسنة 2019 اللي حقق أكثر من 100 مليون مشاهدة، والفيديو كليب حقق أكثر من 30 مليون مشاهدة إلى الآن وأكثر من مليون إعجاب. نزلت نور ستوري على حسابها على انستغرام اللي تابعها فيه أكثر من 7.7 مليون متابع، خبرت فيه متابعينها أن الأغنية صارت جاهزة بنسبة 50%، وبعد أيام رجعت نزلت ستوري تاني لتخبر متابعينها أن الأغنية صارت جاهزة، وكتبت صلي ساعة عم أسمع أغنيتي الجديدة ما بينمل منها، شكلي رح نزلها قريبا. أما قبل أيام انقلبت السوشيال ميديا من بعد ما شاركت نارين محادثة لإلها مع نور ستارز عبر فيديو اتصلت باليوتيوبرز البنات وصورتهم بدون ما يعرفوا، اللي حقق أكثر من 4.7 مليون مشاهدة في فترة جد قصيرة، واللي اقترحوا فيه فكرة العمل على أغنية مع بعض. فأغاني نور ونارين بتحقق نجاح كتير كبير، ما بالك إذا كان في تعاون بيناتهم. فأغنية نارين وأخواتها سيدرا وشيرين الأخيرة حققت أكثر من 15 مليون مشاهدة خلال شهر واحد فقط. شو رأيكم؟ هل ممكن نشوف تعاون بين نور ونارين مستقبلا؟ اتركونا رأيكم بخانة التعليقات.